الله يخليك. شكرا. راح نبلش وياك بعشر أسئلة، جواب واحد لكل سؤال. اوكي. أخاف من المجهول، المستقبل. أحب في الرجل مرؤته. مرؤة الرجل. لقبي المفضل امرأة عراقية. أغير من اجتهاد. وصفي بكلمة إنسانة. لا أتنازل عن قائمة طويلة بداخلي ما نقدر نعرفها. هواية تفاصيل أكيد راح نتطرق لها. أكيد. لا أتنازل عن تقييماتي للأشياء. عيب الكبير. أحياناً أفقد السيطرة على أعصابي. شو كنت فقدتها؟ هواية. أكثر مرة فقدتي بها سيطرة؟ من أتعرض للضغوطات أكثر من طاقتي بالنهاية. إحنا بشر بس يعني مرات. أقرب شخص إليك؟ أختي. أحب وأكره في شكلي. شكلي؟ ما عندي مشكلة تجاهه. شنو الشيء اللي تحبه؟ أحبه كله وأكرهه كله. ليش؟ حسب شو وقت تحبيه وشو وقت تكرهيه؟ حسب المزاج. المزاج مرات مثلا أني تعبانة نفسيا، ضايجة نفسيا، حابة أظهر بشكل وما كان مناسب يعني مرة مثلا حبيت أظهر فقيرة وكنت شوية عندي زيادة بالوزن ما كان مقنع بالنسبة إلي. بذيك اللحظة أكره شكلي. أحبه وقت ما يعني يكون شكله على مزاج يعني حسب المود. مثل الأغاني، شايف مرة تسمع أغنية كلش مو ما لها علاقة بذائقتك. صحيح. بس هو مودك حاب يجي شيء. بوقت آخر مزاجك يحب تسمع غير تفاصيل. نقطة ضعفك؟ نقطة ضعفي ألم طفل. أشوف طفل يتألم يعني شوية أفقد التوازن وأفقد السيطرة على كنترول ك ك ك كبرستيج يعني أفقده يعني أبدي أحكي أبدي بهاي التفاصيل. اللي يدوس على نقطة ضعفك يكسرك لو يخسرك؟ يخسرني طبعاً. طبعاً. ما تنكسر آلاء؟ يعني انكسرت هواية. انكسرت. ليش واحد يكابر يعني انكسرت. من تنكسر وتتجبر تتعلم انه بعد ما تدوس هذا المكان حتى لا تنكسر مرة ثانية. كل هذا الجبروت وهذه الشخصية راح نغوص في داخلها وانا لضيفة حلقة هذا اليوم بعد هذا الفاصل.